قريت في التاريخ بلي كان واحد الراجل مغربي سميتو طارق بن زياد هو اللي فتح الاندلس. امازيغي فتح الاندلس. انا كنبقى جالس ونفكر نقول غير كي دار فتح الاندلس لان احنا ما خديناش نفس. عارفين ما نشربو يديرو حامض. عاونونا العرب عاونونا عصروا المشرب حلو يا جلال الدين شراب يرفع اقتصاد البلاد. انا راني محرق صدري باش المغاربة قاع يعيشو بخير. انا بغيت نشوف غير عطا طارق بن زياد كي كان داير طارق. طارق من يطرق باب طارق؟ ها؟ من يطرق باب طارق؟ شا هو؟ طارق 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 بن زياد. ها؟ طارق انا طارق بن زياد. انا حق الرب اللي اسكن يا ويلي اسكن من يحس بحاجه حام يا أخوكم واللي تخيم ولا يعقوب برد وسخون. طارق أنا طارق بن زياد. ويلي 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 مانيش أنا غير سكران أنا غير سكران. طارق زياد ألم تنادي علي يا هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم مال أمك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحبي مالك انت هكا. بسم الله الرحمن ماشي قال لك الجنون غير نقول له بسم الله الرحمن الرحيم نديرو قولي انت بسم الله الرحمن الرحيم نطير انا. أنا لست طارق بن زياد بلحمه وشحمه وعظمه. أنا روح طارق بن زياد. ألم تنادي علي يا هذا؟ ويلي هذه عام وأنا ننادي على كاتكات ما لا